طيب تعالوا نكمل بقى اللي احنا بدأناه امبارح. امبارح كنا بدأنا الاي جديد في ريل 7، تمام؟ وايه الفرق بينه وبين ريل 6، وليه الحاجة زي كده، او ليه التحديثات الايه اللي نزلت دي نزلوها من الاساس، مش كده؟ طيب امبارح اخر حاجة او اتكلمنا امبارح بشكل اساسي كان على النتورك مانجر، ونتورك مانجر انا مركز عليه جدا جدا، رغم ان هو المفروض رسميا لو انا بشرح في كورس، يعني لو انا حاليا ريد هات سيرتيفايد انستراكتور وبروح اوفيشال تريننج بتاع ريد هات نفسها، سواء الكورسات البيزك او الادفانسد، النتورك مانجر ما بياخدش معايا في الشرح اكتر من نص ساعه. بس بصراحه يعني بصراحه انا شايف ان هو مظلوم جدا جدا جدا. يعني فريل 6 مثلا كان نتورك كونفيجريشن كان ليها جزء لوحده، والنتورك بريدجنج كان ليها جزء لوحده كامل، والنتورك بوندنج كان ليها جزء كامل ثالث لوحده. كان بيتاخد حوالي على 3 مرات تقريبا، يعني كان بيتقسم كده اكتر من 3 مرات في الكتاب. فريل 7 ضغطوا الكلام ده كله في يونت واحده في موضوع واحد. فيعني انا بحاول امد في الوقت بتاعه شويه، لان يعني النتورك كونفيجريشن بقى يونيفايد جدا جدا عندنا، بتكونفيجر كل حاجه عن طريق يوتيليتي واحده بس، سواء كوماند لاين هي يوتيليتي واحده، او حبيت تشتغل مع الكوماند لاين او تكست يوزر انترفيس هي برضو يوتيليتي واحده بس، اللي هي ان ام تي يو اي او نتورك مانجر تكست يوزر انترفيس، وبقى في جرافيكال انترفيس برضو. بس انا يعني بحبش اشتغل مع الجرافيكال، بما اننا بنتكلم على كورس ادمنستريشن مش كورس باور يوزر او كورس هوم يوزر. طيب الحاجه اللي كنا وقفنا عندها امبارح كان النتورك تيمينج. النتورك تيمينج بصراحه امبارح جنني جدا، يعني ما اشتغلش، مش عارف لسبب ما اشتغلش يعني. بس بالصدفه اكتشفت حاجه عندنا واحنا كنا شغالين. احنا امبارح اشتغلنا على النتورك تيمينج مباشره على ال اللهم صل على النبي، على الفي ام وير مباشره، تمام؟ وكنا كريتنا فيرتشوال ماشين، الفيرتشوال ماشين دي كان عليها كارتين شبكه وبدانا نشتغل عليهم. اللي انا شفته امبارح او اللي حصل امبارح بعد ما خلصت معاكم السيشن وانا بقى في الفي ام وير، لقيت في لوجز كده طالعه بيقول لي في ماك ادرس كونفليكت، فانا شكيت ان في مشكله مع الفي ام وير. خلاص يعني هو المفروض اصلا بقى انت بتعمل نتورك بوندنج او نتورك تيمينج، المفروض التيم ديفايس او البوند ديفايس دي اللي بتعملها بتاخد نفس الماك ادرس بتاع الاكتيف انترفيس، تمام؟ ماشي كده. ففي ام وير بيطلع ايرور تقريبا او معرفش ايا كان، في ام وير حاطين ريستريكشن عليها، ما يمنعش يكون في اتنين ديفايس في نفس الفيرتشوال ماشين او اتنين ديفايس على نفس اللان سيجمنت يكون معاهم الماك ادرس لو هو جوه فيرتشوال ماشين واحده. خلاص فانا شكيت في حاجه زي كده. المهم جات لي فكره ان انا افكري من في ام وير خالص، ماشي كده، واعمل الكلام ده جوه كي في ام. طيب بما ان احنا عايزين نسجل وعايزين برنامج تسجيل كويس وشغالون ادوبي كونكت كمان، فاحنا محتاجين نشتغل على ويندوز، ماشي. فروحت اعمل ايه، حركه بسيطه جدا. لو حد فيكم سمع عن النستد فيرتشواليزيشن قبل كده، ايه موضوع النستد فيرتشواليزيشن ده؟ موضوع بسيط جدا، ان انت هتشغل فيرتشوال ماشين جوه فيرتشوال ماشين على هوست شغال، تمام كده. يعني ايه؟ يعني انا عندي ويندوز موجود هعمل له انستول، هشغل في ام وير عليه، وجوه في ام وير هعمل فيرتشوال ماشين ريل 7 قدامي اهي، ماشي كده. وبعد كده هروح جاي جوه الفيرتشوال ماشين نفسها اعمل فيرتشوال ماشين ثانيه، ماشي كده. فانا عملت فيرتشوال ماشين ثانيه قدامي اهي وهبدا اشتغل عليه، ماشي. طيب هبدا معاكم من اول نتورك تيمينج عشان ما حدش يقول بس ان انا ايه كلت حاجه في السكه او في حاجه وقعت منكم في السكه واحنا شغالين. انا كل اللي عملته ان انا عملت فيرتشوال ماشين نظيفه لانج، مش اي حاجه عليها خالص خالص، وضفت لها اتنين نتورك انترفيس. فتعالوا عشان الكونفيجريشن بتاعنا يكون واقعي، تعالوا نعمل ايه، نمسح الكونفيجريشن كله وتعالوا نشيل الانترفيسز كلها خالص ونضيف اتنين انترفيسز جداد، ونعمل ريبوت للمكنه ونبدا نشتغل من اول وجديد خالص كان المكنه عندنا جديده زيرو، ماشي كده. طيب تعالوا نعمل الكلام دون. ادي المكنه موجوده اهي، كل اللي هبدا اعمله هعمل ايه، ان ام سي ال اي كونكشن شو كده. تعال نمسح كل الكلام دون، ان ام سي ال اي كونكشن ديليت تيم زيرو
ومسح لي كمان تيم داش سليف داش اي ان اس 3 واي ان اس 7. هو طبعا خد ارقام عشوائي من الفيرشوال ماشين. انا كده خلصت ان ام سي ال اي كونكشن شو. مفيش عندي اي كونكشن ولا في اي كونفيجريشن نهائي. تعالى كمان زياده تاكيد ليكم، تعالى نعمل ايه، شيل الانترفيسز دي خالص اللي تعبانه. تعالى نفتح كده فول سكرين، تعالى نريموف الانترفيس ده، وتعالى نريموف الانترفيس ده، وتعالى نضيف هاردوير من اول وجديد خالص، نتورك بماك ادرس جديد خالص، وانا عامله بريدجت كمان، وتعالى نضيف واحد كمان. ماشي كده، كده انا خلصت. ارجع للفيرتشوال ماشين بتاعتي واعمل لها شوت داون. بعد ما ترجع معايا هعمل لها ايه، هعمل لها ستارت مره تانية. خلاص هي كده وقفت، تعال نشغلها مره تانية كده. طبعا هي هتاخد وقت لان انا قاتلها في الكونفيجريشن. انا مدي الفيرتشوال ماشين دي 512 ميجا بس، فانا بنتقم منها بصراحه. يلا وحش، خلاص الحمد لله ربنا كرمها وقامت. تعالوا بقى ايه نبدأ نشتغل عليها كده بكل بساطة. تمام جدا، NM CLI connection show. مفيش اي حاجه عندي، مفيش اي كونكشن. طيب الانترفيس اللي موجوده عندي ايه؟ الانترفيس اللي موجوده اي بي ادرس شو كده. انا عندي اتنين انترفيسز طالعين من اول وجديد اهون، اللي هو اي ان اس 3 واي ان اس 7. اتنين انترفيس موجودين عندي من اول وجديد خالص اهو. ماشي كده، طيب كلام جميل. تعال اعمل ايه بقى، هقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن اد النوع بتاعه. بالمناسبة قبل ما اعمل اي حاجة، تعال نفتح تاب او افتح تي تي واي تانية، وتعال اعمل ايه تيل اف فار لوج. مسجز كده ماشي ماشي. نرجع بقى تاني ان ام سي ال اي كونكشن اد. التايب بتاع الكونكشن دون هيكون تيم. ايه كمان ممكن اضيفه؟ هقول له اوتو كونكت، بيعمل اوتو كونكت مفيش مشاكل. الكونكشن نيم سميه تيم زيرو، وانا عايز انا هعمل كونكشن اسمه تيم زيرو، وهعمل انترفيس اسمه تيم زيرو اللي هو الفيرتشوال انترفيس اللي بيمثل الاثنين انترفيس اللي موجودين عندي اللي هما اي ان اس 3 واي ان اس 7. طيب ده الكونكشن نيم، والانترفيس نيم هسميه برضو تيم زيرو. ايه كمان ممكن اضيفه هنا؟ ممكن اضيف الكونفج بتاعه بالمره نفس اللي احنا عملناه امبارح من غير اي اختلاف. حلو جدا. الكونفج بتاعنا يا سيدي، انا عندي هنا الرانر
انا هشغله وليكن راوند روبن او لود بالانسنج، مش فارقه والله. تعال نختار مثلا او اكتف باك اب، خليها اكتف باك اب. ها اكتف باك اب، ماشي كده. يبقى انا كده عملت فيرتشوال ديفايس اسمها تيم زيرو، وضفت لها كونكشن او ضفت لها بروفايل اسمه تيم زيرو كمان، خلاص. والديفايس دي بتعمل اوتو كونكت. الديفايس دي نوعها تيم، خلاص. وشغاله في انهي مود بالظبط او في انهي رانر؟ شغاله في المود اللي اسمه اكتف باك اب. حلو جدا. فاضل ايه؟ اشوف من الفيزيكال انترفيس اللي متوصله بيها. انا عندي اثنين انترفيسز اللي هو اي ان اس 3 واي ان اس 7. حلو جدا. ان ام سي ال اي كونكشن اد التايب بتاعه تيم سليف. ايه كمان ممكن اضيفه هنا؟ انهي انترفيس نيم؟ الانترفيس نيم بتاعه ايه؟ هضيف اي ان اس 3. ايه كمان؟ اوتو كونكت، ايوه. ايه كمان؟ الماستر، مين الديفايس الماستر المتحكمه في الناس دي؟ تيم زيرو، خلاص كده. طيب ايه كمان؟ نفس الخطوه هعملها للانترفيس الثاني اللي هو عندي اسمه اي ان اس 7. خلصت انا كده؟ ارجع للوك كده. حلو، كلام جميل. ان ام ان ام سي ال اي كونكشن شو، ماشي. ان ام سي ال اي كونكشن اب تيم زيرو، بص ايه اللي حصل. كونكشن سكسفلي اكتيفيتد، خلاص كده. كونكشن حصل له اكتيفيشن. حلو، هرسم لك الشكل وهوضح لك الفكره بتاعته مره تانية. حاضر حاضر. يعني اي بي ادرس شو، شوف كده خدت اي بي 100 دي اتش سي بي ولا لا. ايوه فعلا خدت اي بي 100 دي اتش سي بي اهون. التيم زيرو خدت الاي بي دون، شايف خدت الاي بي 135 عندي اهي. يبقى انا كده عندي اتنين فيزيكال انترفيسز اي ان اس 3 واي ان اس 7، والاثنين مربوطين بفيرشوال انترفيس او فيرشوال ديفايس انا كريتها اسمها تيم زيرو، والتيم زيرو دي بقت واخده الاي بي. طيب كلام جميل. طب انا عايز اشوف الاستاتس بتاعتها. ممكن اقول له كده تيم دي كنترول تيم زيرو ستيت. بص عندي كده ايه الستيت بتاعت التيم زيرو او التيم ديفايس اللي انت كريتها دي. الرانر شغاله ايه؟ شغاله اكتف باك اب. انهي بورتس اللي شغاله؟ عندك بورت اي ان اس 7، وده اللينك بتاعه حالته ايه؟ حالته اب، ماشي. واي ان اس 3 واب، وانهي واحد فيهم اكتف؟ اي ان اس 7. طيب تعال نرجع كده للمكنه بتاعتنا ويندوز دي، وتعالى نبنج على الاي بي اللي هي واخداه اللي هو 135. ها بيبنج من ويندوز، خلي بالك. ها على الوقت شغال من ويندوز، بيبنج عادي جدا من غير اي مشاكل، ماشي. طيب عايزين نجرب بقى التيمينج ده شغال ولا لا. المفروض عشان اجرب ان هو شغال ولا لا اوقف انترفيس واشوف التاني هياخد الايه، هياخد الترافيك ولا لا، صح. طيب تعال نعمل الكلام دوت. ممكن كده اقول له ان ام سي ال اي ديفايس داون، مش داون، لا هي ديفايس ديسكونكت، اسف disconnect. وليكن الاكتف بورت اللي موجود عندي اي ان اس 7، تعال نوقفه اي ان اس 7 كده. ارجع تاني للويندوز مره تانية. ها بيبنج، بص ايه اللي حصل. حصل ديلي خفيف جدا، ديلي خفيف جدا. الديلي ده بس عشان بس يديتكت ايه الفيلير بتاع اللينك. طيب كلام جميل. طيب تعالى تيم دي كنترول مره تانية. ها ايه اللي حصل؟ بص عندك كده الاكتف اي ان اس 3. طيب تعال نرجع تاني نعمل كونكت لاي ان اس 7 تيم دي كنترول. ها مين اللي لسه اكتف؟ ها مين اللي لسه اكتف؟ اي ان اس 3. طيب كلام جميل، لسه بيبنج. والله لسه بيبنج وشغال زي الفل. طب تعالى نعمل ايه؟ ان ام سي ال اي كونكشن، او بلاش كونكشن، وقف الديفايس كلها على بعضها. ديفايس ديسكونكت اي ان اس 3
ها البنك شغال؟ اه شغال زي الحلاوة اهو من غير اي مشاكل. شفت؟ خد برضو ديلي خفيف جدا اهو، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. ارجع تاني تيم دي كنترول، مين الاكتف دلوقتي؟ الاكتف رجع تاني اي ان اس 7. طيب تعالى ناكتف اي ان اس 3 مرة تانية. ها اي ان اس 7 لسه اكتف والدنيا شغالة والبنج شغال زي الحلاوة. ها ايه رأيك؟ معلش احنا ضيعنا وقت امبارح فيها، بس اكتشاف بتاع في ام وير دون كان اكتشاف صعقه بالنسبه لي، يعني اول مره اخد بالي من حاجه زي كده، ان في ام وير ما بتسمحش ان يكون من نفس الفيرشوال ماشين اثنين ديفايس، بغض النظر اللي هي فيزيكال او فيرشوال، يكون لهم نفس الماك. يعني حتى لو عندك فيرشوال ديفايس واخده نفس الماك بتمنعها، ودي حاجه متخلفه جدا جدا يعني، ماشي كده؟ فاضطريت ان انا اعمل حاجه زي كده عشان اوريك واكد لك ان هو شغال من غير اي مشاكل، لان انا نفسي مجربه على فيزيكال سيرفرز وموصلها مع سويتشات سيسكو وشغاله معايا زي الفل. ها حد لسه عنده اي مشكله؟ حد لسه عنده اي مشكله؟ طيب الناس كلها سالت ايه الفكره الـ ورا التيمينج دون، هشرحها مره تانية. هي والبريدجنج، ايه الفكره ورا الاثنين؟ ثانيه واحده بس، هجيب القلم بتاعت التابلت. طيب تعالوا بقى كده ايه، نبص بسرعه مره ثانيه. احنا عملنا التيمينج دلوقتي شغال، جربناه كل حاجه تمام زي الفل، فاضل اعيد مره ثانيه الفكره بتاعت التيمينج دون. ايوه التيمينج ده كان اسمه بوندنج قبل كده، بالمناسبه الريل 7 بيسبورت الاثنين مع بعض، التيمينج والبوندنج، والاثنين شغالين زي الفل. خلاص تعال نجرب البوندنج كمان بعد ما نشرح الكلام ده، ماشي؟ تعال نجرب البوندنج بالمره، رغم ان خلاص يعني مش بنريكومند البوندنج بعد كده لسبب صغير خالص، ان البوندنج قلنا الامبلمنتيشن بتاعته كيرنل سبيس، يعني الامبلمنتيشن بتاعته موجوده جوه الكيرنل نفسه. خلاص ودي في حد ذاتها مشكله، لو حصل لو في اي بج في الدرايفر بتاع البوندنج هيضرب كيرنل بانيك عندك وانت شغال. التيمينج لو امبلمنتيشن جوه الكيرنل انت مش بتقرب لها، المانجمنت كله بيبقى في اليوزر سبيس، خلاص فانت مش بتقرب للدرايفر اللي موجود جوه الكيرنل اساسا. يعني التيمينج له امبلمنتيشن جوه الكيرنل لكن المانجمنت بتاعته من بره الكيرنل، بالظبط عامله زي الاي بي تيبلز. لو حد فيكم اشتغل على الاي بي تيبلز قبل كده، الاي بي تيبلز بتتكون من جزئين، كيرنل سبيس، جزء كيرنل سبيس واللي هو محدش بيقرب له خالص، خلاص اللي هو فعليا الباكيت فلتر، وفي عندك اليوزر سبيس يوتيليتي اللي انت بتشتغل عليها اللي هي اسمها اي بي تيبلز. خلاص شبه حاجه فكره شبه دي بالظبط، ماشي؟ طيب كلام جميل. تعالى كده يا سيدي، بكل بساطه انت عندك سيرفر، ادي السيرفر بتاعك. خلاص ايه رايك توصل السيرفر ده بسويتش هنا بكابل واحد؟ ايه رايك لو وصلته بكابل واحد؟ ها ايه رايك؟ هل دي فكره كويسه؟ والله في الشكل الطبيعي للناس او الناس كلها بتشتغل، اه يا عم ماشي الدنيا وزي الحلاوه ومفيش اي مشكله خالص. عارف المشكله الحقيقيه ايه؟ في عندك دلوقتي مشكلتين. اول حاجه ان انت كل فتره في الداتا سنتر لازم تعمل مينتيننس. عارف مينتيننس يعني ايه؟ يعني تظبط الكابلات، ما يبقاش في كابلات ملعبكه والكابلات السباكيتي اللي موجوده في الداتا سنتر دي مش موجوده خالص. خلاص؟ فاحتمال كبير جدا يجي واحد من الناس التكنيشنز اللي موجودين عندك يروح جاي عشان يرتب الكابل ده، يروح جاي شايله من السويتش
يظبطوا كده ويعلقوا في الراك كويس وبعد كده يحطوا في السويتش تاني. هو بغبائه راح فصل لك الدنيا كلها وانت شغال. برافو عليه يعني، عمل حركه ممتازه. دي حاجه. المشكله الثانيه، ممكن وهما بيركبوا السويتش ده او الناس بتوع النتورك بيعملوا مينتيننس للسويتشات وعملوا مينتيننس للكابلات وكلام من ده، الكابل يتشد من غير ما حد ياخد باله خلاص، فالكابل ده هوب تلاقيه راح مدلدل كده ومخلوع منين؟ من السيرفر. ماشي، طيب كلام جميل. الحاله الثالثه ان انت اصلا كنت شغال والكابلات بتاعتك دي كانت كات 6، هوب النتوركينج تيم قال لك يا عم احنا عملنا ابجريد للسويتشات بتاعتنا دي، والسويتشات دي بقت بتسبورت باندوث اعلى، واحنا بنريكومند كنتورك تيم لازم تغير الكابلات تبقى كلها كات 6A. كات 6A معناها ان انت هتشيل الكابل ما بين السويتش وما بين السيرفر وتحط كابل جديد. انت مستعد يكون عندك داون تايم؟ دي مشكله. المشكله الثانيه، تخيل ان اللينك ده 1 جيجا بت والترافيك بتاع ال 1 جيجا بت ده ما عادش كفايه، انت شايف ان النتورك يوتيلايزيشن هنا بقى فولي يوتيلايزد، اللينك بين السويتش والسيرفر بقى فولي يوتيلايزد، في ضغط كبير جدا. بس السيرفر ده فيه اكتر من بورت كمان موجود، يعني انت كنت جايب كارت من اتش بي فيه 4 بورت، انت عايز تضم الاربعه دول او عايز تضم على الاقل 2 مع بعض عشان تاخد باندوث اعلى، بحيث انت الاولاني كان 1 جيجا وده 1 جيجا عايز تاخد توتال 2 جيجا. ها ايه رايك؟ دي كلها سيناريوهات. ماشي كده؟ طيب يبقى انت في عندك اكتر من حاجه انت محتاجها. اول حاجه محتاج يكون عندك باندوث اعلى. الحاجه الثانيه محتاج يكون عندك ايه؟ الشبكه عندك تكون في فيل اوفر ميكانيزم، يعني لو كابل اتخلع الكابل الثاني يفضل شغال والدنيا قايمه ما حدش يحس ان فيه حاجه وقعت. خلاص؟ طيب كلام جميل. بالمناسبه الدنيا بقت اكبر من كده كمان، وبقى الفيل اوفر مش على مستوى السيرفر للسويتش نفسه، لا ده الموضوع بقى اعقد من كده، ده سيرفر اهو وانت متاكد ان السيرفر ده الكونفيجريشن بتاعه مظبوط وكل حاجه تمام، بس الله اعلم النتوركينج تيم بتاعك دون عنده مشكله ولا لا. تخيل النتوركينج تيم قال لك انا هعمل ابجريد للاي او اس بتاع السويتش ده، او انا عندي سويتش جونيبر هعمل له ابجريد دلوقتي. تخيل انت بقى، انت كنت موصله في السويتش، تخيل قال لك انا عايز اعمل ابجريد. عاده السويتش بياخد حوالي من 3 ل 5 دقائق عشان يقوم خلاص. فتخيل انت الرجاله دول عملوا ريستارت للسويتش، غير الريستارت الوقت اللي هما محتاجينه عشان الاي او اس يتعمل له داونلود او يتعمل له فيريفاي كمان، بعد كده على ما يقوم لك الدنيا دي شوف هياخد وقت قد ايه كمان، يعني قول بالميت بتاع 10 دقائق، انت مش عايز الداون تايم ده. فالناس في الوقت الحالي بقوا بيعملوا ايه؟ بقوا بيجيبوا سويتشين، والسويتشات دي سبيشال سويتشز قوي قوي قوي، اسمها ستاكد سويتشز. الستاكد سويتشز دي بيوصل لها من ورا كده حاجه اسمها الستاكينج كيبل. الستاكينج كيبل ده بيخلي السويتشين يأكت كانهم سويتش واحد خلاص، ويروح جايب السيرفر موصل اول كابل على السويتش الاولاني وتاني كابل على السويتش التاني خلاص. فايه اللي يحصل لو جه الراجل ده؟ الناس بتوع النتورك حبوا عندك يعملوا ابجريد للسويتش الاولاني، حلو قوي شيل يا عم، او اعمل ابجريد لاي او اس هنا والدنيا تمام زي الفل واعمل له ريستارت، وبعد كده اعمل ابجريد لاي او اس هنا والدنيا عندك برضو شغاله من غير ما يحصل قطع كامل في الشبكه. انا معاك ان ال اقول لك ايه، مش الثبات، لا هقول لك ان السرعه القصوى بتاع الشبكه هتقل، يعني لو كان ده انت ضممهم مع بعض واخد 2 جيجا والسويتش ده بيتعمل له ابجريد، فطبيعي هتبقى السرعه اللي كامله اللي هي بتاعت السويتش اللي شغال هتبقى 1 جيجا بس 1 جيجا لمده 10 دقائق مش هتفرق معاك كتير قوي، يعني عارف لما السرعه تقل احسن ما تبقى الدنيا وقعت صح، خليك منطقي برضو يعني. ماشي كده؟ طيب كلام زي الفل. عشان احنا نعمل حاجه زي كده ونوصل سيرفر، عشان احنا نوصل سيرفر بسويتشين او على الاقل حتى سيرفر، يا عم خلينا في السيناريو الطبيعي سيرفر واحد اهو هوصله بسويتش واحد عن طريق كابلين، عشان اعمل حاجه زي كده فانا هضم
الكابلين دول مع بعض ماشي كده، هضم الكابلين دول مع بعض هما. عملية الضم ديت قبل كده في ريل 6 وما قبله كان بتسمى بوندينج. خلاص بوندينج يعني ضمتهم مع بعض. طيب كلام جميل. بقى في امبلمنتيشن تانية، لان انت تضم اكتر من كارت مع بعض بقى اسمها تيمينج. تاني بعيد، البوندينج والتيمينج الاثنين سبورتد على ريل 7. خلاص البوندينج والتيمينج الاثنين سبورتد على ريل 7 ماشي كده. طيب كلام جميل، ادي كل الفكره بتاعته. وانت بتشغل البوندينج او التيمينج في اكتر من طريقه تشغل الكابلين دول مع بعض. على فكره هو ممكن يكونوا كابلين او اكتر، يعني انت ممكن توصل 3 مع بعض، 4 مع بعض، 5 مع بعض وهكذا ماشي كده. في اكتر من طريقه بقى وانت شغال. ممكن تقول له انا عايز اعلى باندوتس، اللي هو من الاخر باخد حاجه اسمها لاك بي. لاك بي ده معناه لازم السويتش يسبورت ده بروتوكول بيستخدم ان انت تضم اكتر من كابل مع بعض ماشي. ممكن تقول له اعملهم راوند روبن، ممكن تخليه اكتف باك اب. طب اني واحده فيهم؟ والله يا عم على حسب احتياجك، والله العظيم في واحده احسن من الثانيه. يعني لو انت عايز باندوتس عاليه جدا، لو انت عايز باندوتس عاليه جدا او مجموعهم كلهم مع بعض، لو انت موصل كابلين او ثلاثه خلاص خد اللاك بي دوت، بس هتضطر يكون عندك سويتش بيسبورت حاجه زي كده. ها على فكره ممكن لو في مود اصلا فيهم، لو السويتش مش بيسبورت اللاك بي، في حاجه اسمها ALB او ادابتيف لود بالانسنج. خلاص ماشي، يعني لو السويتش مش بيسبورت حاجه زي كده مش لازم تعمل لاك بي على السويتش، مش لازم خلاص، فمش شرط. عندك في اكتر من مود، في حوالي 6 مودز موجودين يا عم، والله اقرا بقى وعيش حياتك. طيب اني واحد الاحسن من الثاني؟ والله على حسب احتياجك. في ناس تقول لك يا عم خليها اكتف باك اب احسن، في ناس تقول لك خليها لاك بي احسن، وفي ناس تقول لك لا 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 انا عندي سويتشات قديمه، انا عندي سويتشات يا عم 3500 والسويتشات دي قديمه مش بتسبورت لاك بي، او انا عندي سويتشات 2960 ولا 2950 مش بتسبورت اللاك بي، فانا لازم في الحاله دي اشتغل ادابتيف لود بالانسنج. خلاص والله براحتك، يعني حسب احتياجك ماشي كده. طيب اخر حاجه بقى عشان يبقى احنا انجزنا وخلصنا الموضوع دوت، البوندنج. تعال نعمل بوندنج بسرعه كده على السريع. ان ام سي ال اي كونكشن شو كده، حلو. ان ام سي ال اي كونكشن ديليت تيم 0 وتيم داش سليف داش ان اس 3 واي ان اس 7. حلو جدا. فاضل ايه كمان؟ تعال نعمل البوند مكان التيمينج. تعال استخدم الامبلمنتيشن الثانيه يعني بكل بساطه. ممكن اقول له كده ان ام تي يو اي، ها تعال نستخدم ان ام تي يو اي دلوقتي. تعال نعمل اديت كونكشن وتعال نعمل اد. انا هعمل بوند عندي، تعال نعمل كده نفتح فول سكرين وتعال نجيب كمان كده فيو فول سكرين هي كمان زي الفل. هضيف بوند عندي، البوند كونكشن وليكن هسميه بوند زيرو، ده البروفايل، وهسمي برضو الديفايس اسمها بوند زيرو. ها السليفز هضيف سليف ايثرنت ليها، السليف الاولاني اسمه اي ان اس 3 واي ان اس 3 اسم الديفايس، ده اسم البروفايل واسم الديفايس. وهضيف كمان مين؟ اي ان اس 7 ده اسم البروفايل، وي ان اس 7 ده اسم الانترفيس. حلو جدا. فاضل لي بقى الايه؟ المود. هشغله في انهي مود؟ اكتف باك اب ولا راوند روبن ولا برودكاست
ولا 803.ad اللي هو اللاك بي. ها ماشي كده. ممكن يا عم استخدم اكتف باك اب. ها ماشي، هسيبه مفيش اي برايمري لو، هسيبه واختار بنفسه. الاي بي فيرجن 4 خليه اوتوماتيك مفيش اي مشاكل برضو. وتعال نعمل اوكي كده. ان ام سي ال اي كونكشن شو، بص ايه اللي حصل عندك. عمل ديفايس اسمها بوند زيرو و لها بروفايل اسمه بوند زيرو برضو، وعمل بروفايل اسمه اي ان اس 3 مربوط بالديفايس اللي اسمه اي ان اس 3، وبروفايل اي ان اس 7 مربوط بالديفايس اللي اسمه اي ان اس 7. فاضل لي ان ام سي ال اي كونكشن اب مين بوند زيرو اي بي ادرس. شو كده خد اي بي ولا لا؟ خد اي بي اهو، شايفه واخد برضو 135 اهو. ها طيب تعال نرجع كده نشوف بيبنج لسه. ها يلا وحش 192.168.80.2 اهون كده، المفروض ان هو بدا يقول اهون. اهو بيبنج اهو من غير اي مشاكل خالص. طب تعال نوقف ديفايس ونشغل الثانيه. تعالى كده بسرعه، المكان شايف بعض اهون، سواء الفيرتشوال ماشين او الفيزيكال ماشين، الفيزيكال هوست بتاعي. ان ام سي ال اي كونكشن شو ان ام سي ال اي ديفايس، او الاول كده كات سلاش بروك نت بوندينج بوند زيرو. بص كده عندك الستاتس بتاعه البوندينج ديفايس، الستاتس بتاعه البوندينج ديفايس. بص نوعها ايه، نوع الفولت تورنس بتاعك اكتف باك اب، مين الاكتف فيهم اي ان اس 7، ومين الباسيف اللي مستني ها اي ان اس 3. الاكتف اي ان اس 7 اهون. طب كلام جميل، تعالوا وقف اي ان اس 7 ده. ان ام سي ال اي ديفايس ديسكونكت اي ان اس 7 خلاص. بص عندك كده الستيت بتاعه البوندنج زيرو. بص دلوقتي مين اللي بقى اكتف اي ان اس 3. ارجع تاني كده بص ايه اللي حصل عندك هنا في الوقت ده كده اهون، حصل ديلي خفيف 14 ملي سكند ها، وبعدها على طول 10 ملي سكند. طيب كلام جميل، تعال نرجعها مره ثانيه. قبل ما ارجعها خليك فاكر مين الاكتف دلوقتي، الاكتف اي ان اس 3 ها. طيب كلام جميل، ان ام سي ال اي ديفايس كونكت اي ان اس 7 مره ثانيه، وروح الاستاتس بتاعت البوندينج البوند زيرو، مين اللي لسه اكتف ها اي ان اس 3 اهي. كمان مره اي ان اس 3 لسه اكتف. طب تعال نوقف اي ان اس 3 ديا ونشوف اي ان اس 7 هتفضل شغاله لوحدها ولا لا. ان ام سي ال اي ديفايس ديسكونكت اي ان اس 3، شوف الاستاتس بتاعته مين اللي بقى اكتف دلوقتي تاني اي ان اس 7. طب كلام جميل، بص عندك ايه اللي حصل ها، شغال شغال. طيب ارجع مره تانية كمان، تعال شغل الديفايس اللي احنا وقفناها اي ان اس 3. بص للاستاتس بتاعه البوندنج دلوقتي مره تانية، بص ايه اللي حصل دلوقتي، الاثنين موجودين اب وده اب، ومين الاكتف فيهم 7 ها. ايه رايك ها شغال شباب، صحيين ولا نمتوا؟ طيب بس معلش ما تحاولش تعمل الكلام ده على في ام وير، ما تحاولش تعمل الكلام ده على في ام وير، لان واضح ان في ام وير دماغها تعبانه جدا. ماشي، انا جربت كتير جدا وبرضه ما مشيتش معايا. اعمله على كي في ام وريح دماغك خلاص. طيب
تقريبا احنا كده خلصنا. الحاجه الاخيره بس، الناس اللي طلبت، ناس كلمتني امبارح وكلموني النهارده الصبح، طلبوا فكره البريدج مره تانية، فكره البريدج بشكل نظري بعيدا بقى عن الكلام ده. نرجع مره تانية للبريدج، امسح الكلام ده كله. بص يا سيدي فكره البريدج كالاتي: عندي سيادتك فيزيكال سيرفر، عندك فيزيكال سيرفر اهو، خلاص حلو قوي. الفيزيكال سيرفر ده انت في عندك فيه، او اللي موجود فيه كالاتي: عندك انترفيس موجود فيه، السيرفر ده عليه فيرتشوال ماشينز، وليكن اتنين فيرتشوال ماشين. في رايك مين انهي فيرتشوال ماشين تتحكم في الفيزيكال انترفيس ده؟ ينفع اقول لك ان انا عندي الانترفيس ده اللي هيتحكم فيه الفيرتشوال ماشين واحد ولا فيرتشوال ماشين اتنين؟ طب ونظام التشغيل الرئيسي اللي هو شغال، اللي هو لو انت عندك ويندوز هنا اي واحد فيهم هيتحكم؟ ويندوز اللي موجود على المكنه اصلا، ولا المكنه اللي هي ريل الفيرتشوال ماشين دي، ولا الاوبونتو اللي هي الفيرتشوال ماشين دي؟ سؤال بس اللي بيطرح نفسه، لو انت قلت الفيرتشوال ماشين، ينفع الفيرتشوال ماشين تتحكم في نظام التشغيل الرئيسي مبدئيا بالعقل بالمنطق؟ لا اكيد لا. طيب لو انت جاوبت الجواب الثاني، لا المكنه الويندوز هي اللي هتتحكم فيه، طب هسالك انا سؤال بقى يلغي الفكره دي. هسألك سؤال يلغي الفكرة دي: ايه رأيك لو حبيت تفصل الكونكتيفيتي بتاع المكنة الويندوز، بس انت لسه عايز دول دي ودي يكونوا كونكتد؟ ايه رأيك في السيناريو الغبي ده؟ بحطك في سيناريو غبي جدا والله مطلوب، اللي هو ازاي انا مش عايز اي كونكشن يكون رايح للمكنة الويندوز. المكنه الويندوز دي يا عم انا بخاف عليها، مليانه فلنربيليتيز، مليانه بلاوي، وما تعمل لهاش ابديت، مش عايز يكون ليها اي علاقه بالنتورك كهوست، انا عايز يكون ليها فيزيكال اكسس عليها فقط، لكن الفيرتشوال ماشينز هي اللي واصل لها انترنت، او هي اللي واصله بالشبكه. ها ايه رايك؟ انا غلس يا عم، انا عايز كده يا عم. ها ايه رايك؟ سيناريو غلس جدا. طيب ايه رايك بقى، انا هعمل معاك حركه صايعه جدا. بص، انسى خالص فكره الكمبيوتر تماما، وتعالى اكلمك على فكره حصلت عندنا مشكله بسببها ايام زمان كده. عيله ابويا الله يرحمها كان عندهم اراضي وبتاع، وكان في عندهم جسر كده على اول الارض، الجسر ده كان بيجيب ميه من الترعة، خلاص يعني كانت حتة أرض كده، كان الأرض دي كانوا مسمينها أرض النيابة، أنا لسه فاكر الاسم بتاعها، وكان في قدامها أناية كده، الأناية دي بتجيب مية من الترعة ماشي كده، وكانت أرض النيابة دي كبيرة جدا، كانت فوق 50 فدان مثلا ولا 100 فدان، كانت بتاعت ناس اللي هم الخواجات ماشي كده، ولما جيت تأمين خدوها. المهم اتقسمت الأرض دي بين الناس. ايه رأيك؟ انهي واحد في التلاتة يتحكم في الأناية؟ اول حتة في الارض، او اول قطعة ارض، ولا التانية ولا التالتة؟ لا دي ولا دي ولا دي، صح؟ قال لك اعمل ايه؟ حاجة بسيطة جدا، مش اصل الأناية دي، خلي بالك الأناية بتعدي على انهي واحدة فيهم الاول؟ بتعدي على القطعة رقم واحد الاول، صح؟ طب انا عايز اوصل ميه للقطعه رقم واحد او امنعها، قال لك بس بص الانايه دي، افتح منها فتحه صغيره قوي كده للانايه دي، واعمل فتحه من القطعه الثانيه للانايه، واعمل فتحه للقطعه الثالثه من الانايه. طيب السؤال بقى، لو انا عايز افصل الميه عن القطعه الاولانيه، وقف الانايه، مش هروح اوقف الانايه الرئيسيه، لا اوقف الانايه الفرعيه بتاعتها، صح؟ مش ده بالعقل كده اللي المفروض يحصل؟ بدل ما اروح افصل الميه عن الارض بالكامل،
على الثلاث قطع؟ لا يا عم، انا هوصل لك قناه فرعيه، حبيت تفصل القناه الفرعيه دي، لو فصلت القناه الفرعيه هفصل عن بقيه الناس، لا هفصل عن القطعه دي بس. ها ايه رايك؟ تعال بقى ناخد الفكره بتاعت ارض عيلتنا دي بعد ما عملوا مشاكل مع بعض، وتعال نطبقها في المثال الواقعي بتاعنا. ها تعال بقى كده، تعالى ادي السيرفر بتاعنا اللي هي قطعة الأرض. السيرفر بتاعك في عندك الفيزيكال ماشين اللي هو الويندوز، وفي عندك اتنين فيرتشوال ماشين، واحدة ريل وواحدة اوبونتو، خلاص. وادي اللينك الرئيسي واصل اهو، قال لك خد قناية من هنا وخد قناية تانية لده وخد قناية تالتة لده. ايه رأيك؟ طب لو حبيت افصل الانترنت على الويندوز، وقف القناية دي يا معلم، وقف القناية دي وريح دماغك. طب ايه اللي حصل؟ ها هل ده لسه شغال؟ ده لسه شغال؟ ايوه الاتنين لسه شغالين زي الفل من غير اي مشاكل. طيب تعال بقى نعمل الكلام دون، تعال نعمل الكلام ده. بص ادي الكارت الرئيسي، ادي الكارت الرئيسي اهو، مش هينفع اي حد من الثلاثه يتحكم فيه، لا الويندوز ولا الريل ولا الاوبونتو. انا هعمل ايه؟ انا هعمل قنايه اسمها بريدج، والبريدج ده البريدج ده هوصل منه لويندوز، وهوصل منه للريل، وهوصل منه للاوبونتو. تعالى امسح ده كده، ادي البريدج هوصل منه للويندوز، واخد منه قناة تانية للريل، وواحدة كمان للأوبونتو. ها ايه رأيك؟ ادي كل فكرة البريدج. صعبة؟ صعبة؟ ايوه اسأل يا معلم. ياه كتير، في اختراعات موجودة يا عم. تسمع عن حاجة اسمها اوبن في سويتش؟ ها اسمع بقى ودور وعيش حياتك. اوبن في سويتش ده اختراع فعليا، اختراع اختراع. عارف اختراع يعني ايه؟ اقول لك على حاجه، عارف الفيرتشوال سويتشز اللي موجوده في في ام وير؟ ايوه والله يا جماعه اوبن في سويتش، ايوه لو عارف في سويتش بتاع في ام وير، اي حاجه شبه كده بالظبط، وتمانج منه الفي لانز وتمانج الدنيا كلها منه يعني. خلاص ما علينا. ايه تاني؟ بالتالي كده الفكرة واضحة يعني، خلاص. ايه ده؟ ايه النتورك بروفايل ده؟ معلش مش فاهم ربنا السؤال ايه، ما تقول نتورك مش فاهم يعني ايه، ايه السؤال؟ طريقة ايه فكرة البروفايلز بتاعت نتورك مانجر؟ ايوه ايه فكرة البروفايلز؟ بسيطة جدا. بص يا وحش، انت عندك لابتوب، خلاص
اللابتوب بتاعك ده بتاخده كل يوم تتنقل بيه من مكان لمكان تاني، بتاخده معاك البيت تروح تقعد تنزل طول الليل في افلام والعاب واغاني خلاص، وساعات بتخرج تروح كافيه مثلا وليكن كوستا، تروح تشرب قهوه ولا اي حاجه تشربها هناك. ساعات تانية يا سيدي تاخده معاك الشغل، بتوصله بشبكة الشغل صح. حالات رابعة بتاخده معاك الجامعة، لو انت بتروح الجامعة تخيل كل شبكة من دول، تخيل كل شبكة من دول ليها نتورك كونفيجريشن مختلف، خلاص كده ليها نتورك كونفيجريشن مختلف. حضرتك بكل بساطة لو اتنقلت من مكان لمكان المفروض ايه اللي يحصل معاك؟ يعني لو انت دلوقتي كنت في البيت واتنقلت جوه شبكه الجامعه، مش المفروض تغير الاي بي سيتنج بتاعتك عشان تبقى بالظبط صوره طبق الاصل تنفع مع الجامعه صح؟ ده المفروض صح، مفيش نقاش. نفس الحكايه لو انت كنت في البيت ورحت اتنقلت للشغل، المفروض تغير الكونفيجريشن عشان يتماشى مع شكل الشبكه بتاعه الشغل. نفس الحكايه، طب عشان نوفر مجهود على الناس ونريح الناس وندلع الناس عملوا ايه؟ اخترعوا فكرة البروفايلز. ايه بقى البروفايلز دي؟ انا عندي الجهاز اهو فيه كارت واحد صح؟ الجهاز فيه كارت واحد، قالك اعمل سيتنج للبيت وسيتنج تانية خالص للشغل وسيتنج تالتة خالص للكافيه وسيتنج رابعة خالص للجامعة. طيب انت رحت البيت خلاص، وصل بروفايل البيت، رحت البيت تروح موصل بروفايل البيت، في مشكلة؟ طيب خرجت من البيت عايز تروح الجامعة، عايز تروح الجامعة اعمل ايه؟ خلاص اعمل اكتيفيت لبروفايل الجامعة. ها صعبة؟ طيب رجعت من الجامعة عايز تروح الكافيه بالليل، عايز تروح الكافيه بالليل تعمل ايه؟ وصل بروفايل الكافيه. ها اشتغلت؟ اشتغلت؟ لا لازم تاكتيفيت البروفايل بنفسك، لازم تاكتيفيت البروفايل بنفسك، ماشي كده؟ بالعكس ده فكرة البروفايل دي هي اساس الانتربرايز. حاليا حاليا العالم كله بيتكلم عن مصطلح جديد خالص في الاي تي اسمه bring your own device. لو حد فيكم سمع عن المصطلح دون يعني ده المصطلح ده هيتجنن الناس في سيسكو خلاص. ايه bring your own device دي؟ يعني من الاخر هات الديفايس اللي تعجبك، هات الديفايس البيرسونال بتاعتك، اشتغل في الشغل عادي جدا، مش هقولك انت بتعمل ايه. في بعض المؤسسات خصوصا المؤسسات الحكومية كانوا بيمنعوا تاخد اللابتوب بتاعك معاك. حاليا الناس كلها بتفكر طب وانا ليه اعمل ريستريكشن غبية زي دي؟ طب ما انا اجيب الراجل يجيب اللابتوب بتاعه معاه، السلام هاته يا عم على عيني وعلى راسي، استخدم اللي يعجبك، وانا عن نفسي هقدر سكيور الشبكة بتاعتي. لا ملهاش علاقة خالص بالنتورك بتاع الجست والكامل هاكس ده كله، لا خالص. ماشي، bring your own device ده عالم تاني خالص مع حاجة تانية كمان اسمها الموبايل ديفايس مانجمنت ال MDM. ماشي، ايوه في السيرفرات بس انت مش محتاج البروفايلز، في السيرفرات انت مش محتاج البروفايلز، بس انا بتكلم بشكل عام. خلي بالك النتورك مانجر مش معمول للسيرفرات فقط، النتورك مانجر ده امبلمنتيشن هتطبق على الناس كلها، على السيرفرات، على الورك ستيشنز، على اللابتوبس، مش على اللابتوبس كمان، حتى على الاجهزه المحموله اللي هتستخدم اللينكس. يعني انت عندك مثلا اوبونتو، لو انت شغلت اوبونتو على تابلت ايه بالنسبه لك؟ لو شغلت جيت شغلت اوبونتو على تابلت ولا منت على تابلت، هيبقى البروفايلز دي ممتازه ولا لا؟ صح، ما تبصش للدنيا بعين صغيرة وعين ضيقة قوي ان انت بكل فكرتك قايمة على انت هتتكلم بس على سيرفرات، لا الدنيا اكبر من سيرفرات بكتيرة جدا. بالمناسبة يعني ريد هات دخلت في اتفاقية مع سامسونج من فترة عشان يدبلويو او يعملوا دبلوي للريل اوبريتنج سيستم
على السامسونج بورتابل ديفايسز زي الموبايلز وزي التابلتس. يعني انا بقول لك في خلال سنتين من النهارده او في خلال سنه من النهارده غالبا هتلاقي موبايل سامسونج نزل عليه ريل, او موبايل سامسونج او اسف تابلت سامسونج نزل عليه ريل. توقع حاجه زي كده في خلال سنه. الاثنين لسه عاملين اتفاقيه مع بعض من حوالي شهر بالظبط. فتخيل انت بقى لما بتديبلوي ريل على جهاز سامسونج هتحتاج البروفايلز ولا لا؟ ها ها, حد عنده اي مشاكل؟ حد عنده اي مشاكل؟ زي الفل. الزونز, الزونز هتيجي مع الفاير وول غصب عننا مش بمزاجنا. الزونز هتيجي مع الفاير وول غصب عننا, ماشي. طيب هناخد بريك بقى, وبعد البريك ايه نكمل. نبدا النهارده ان شاء الله مع السيستم دي, ماشي. نكمل ونبدا مع السيستم دي, خلاص.